فطره. احنا نازلين من بطون امهاتنا صفر من السيئات، صفر، ثم نمشي في حسنات او سيئات. وصلت؟ نعم بارك الله فيك. طيب ايضا من حسن الخاتمه المسارعه الى الخيرات، كل ما نجري بخير ما تواناش، لا اتوانى. في درس فلان اجري، في صدقه انا اجري، في كفاله يتيم اعمل، سبحان تعالى صوم لا لا لا. شوف، لا تؤخر المعروف حتى في الدنيا. خرج النبي صلى الله عليه وسلم فوجد العباس وابا بكر وعمر على الباب، على باب رسول الله منتظرين يخرج، مش راضين يزعجوه. قال: فيما تتحدثون؟ فيما كنتم تتحدثون؟ هم اما كانوا يعملون يا شيخ، كان عندهم عمل، ابو بكر كان تاجر وعمر كان جلوس امام الباب وجلوس في المسجد وجلوس في بيت العلم، ما شاء الله كان مجلس العلم. كان هم العرب يعمل لغايه الظهيره، وعندهم الظهيره العصر قيلوله، لو كان عنده عمل اخر يروح، ما عنده عمل جاح، وربنا يحط البركه. يا عمي ده عملوا احصائيه في دوله اسلاميه وجدوا العامل يعمل 27 ثانيه المسلم. هل هذا مسلم يا رجل؟ في الدول الاسلاميه، في دوله اسلاميه والله عملوا احصائيه. أمال ماذا نتذرع به؟ العمل والعمل العمل وجدوا يعمل العامل، وجدوا الموظف العربي المسلم هذا في احد الدول الاسلاميه يعمل 27 ثانيه. هذه احصائيه من مؤسسه محترمه نثق فيها. سبحان الله. فقال: فيما تتحدث؟ كل ما كنتم تتحدثون الرسول عليه الصلاه والسلام. قال: كنا نتحدث في المعروف يا رسول الله. قال: وماذا قلتم؟ شوف 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 شوف, 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 شوف المعلم. قال ابو بكر: قلت ان خير المعروف تعجيله. خير المعروف تعجيله. نعم. وقال عمر: وانا قلت يا رسول الله ان خير المعروف ستره. نعم. وقال العباس: وانا قلت ان خير المعروف تصغيره، يعني اصغره، ده انا ما عملت الشيء. فقال صلى الله عليه وسلم: إن في المعروف الثلاثة، إن عجلته هنأته، وإن سترته تممته، وإن صغرته عظمته. يا سلام. مرة ثانية، مرة ثانية. قال أبو بكر: يقول خير المعروف تعجيله، عايز تعمل معروف بسرعة ما تقولش وسريع وسريع. شوف، أنا إن شاء الله هجيب لك بيت وأنسى الموضوع خمس سنوات. أنا هعمل لك مش يا عم، إذا عايز شيء عجل، ما تقعدش تتحرن. وقال ابو بكر: خير المعروف ستره، لما تعمله ما تفضحش، يعني خلاص. عمر عمر خير المعروف ستره، لما تعمل معروف تستره. تقول له: ايه ما شاء الله، عملت ايه في القلم بتكتب بيه ولا بتكتب ايه؟ الساعه منضبطه ولا مش منضبطه؟ وجيب له والهدوم بتاعتك تكويها جميل. لا في عم، يعني كلمه طيبه خير من صدقه هتبعها. وقال العباس: خير المعروف تصغيره. قول: لا انا ما عملت شيء. سبحان الله سبحان الله. فقال: إن في المعروف الثلاثة، إن عجلته هنأته، وإن سترته تممته، وإن صغرته عظمته. عظمته. نعم نعم نعم. المسارعة في الخيرات. ثم